فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاستجاب الله دعاءها وقبل منها نذرها أحسن قبول، وأجار مريم وذريتها من الشيطان الرجيم. واستخدام حرف العطف ثاء في قوله تعالى فتقبلها يفيد الترتيب والسرعة في استجابة دعاء امرأة عمران. فتقبل الله عز وجل مريم ورضي أن تكون محررة للعبادة وخدمة بيته كالذكور، وفاء بنذر أمها التقية التي قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وتولى ابنتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتا حسنا في دينها وبدنها وخلقها وأخلاقها وصانها من كل سوء، فكان حالها كحال النبات الذي ينمو في الأرض الصالحة حتى يؤتي ثماره الطيبة. ويسر وقيض الله لها نبي الله زكريا عليه السلام كافلا فأسكنها في مكان عبادته، فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء. ومعنى كفلها زكريا أي ضمها إلى زكريا وجعله كافلا لها وضامنا لمصالحها. قيل أن زكريا كان متزوجا بخالة مريم، وهو قول ابن إسحاق وابن جرير، بينما قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية كان زكريا متزوجا بأخت مريم. وتروي لنا كتب السيرة قصة كفالة زكريا لمريم، فحين ولدت مريم لفتها أمها في خرقة وحملتها إلى بيت المقدس ووضعتها أمام الأحبار ليكفلوها، فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة عمران إمامهم ومعلمهم. فقال لهم زكريا أنا أحق بها، عندي خالتها. فقالوا لا، حتى نقترئ عليها. فانطلقوا إلى نهر وألقوا فيه أقلامهم، فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم، فتكفلها وضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت بنى لها محرابا في المسجد. والمحراب هو مكان للعبادة، وغالبا ما يكون في مكان مرتفع يصعد إليه بسلم، وسمي المحراب محرابا لأنه مكان محاربة الشيطان والهوى. وكان لا يدخل عليها في محرابها في بيت المقدس إلا نبي الله زكريا عليه السلام، وكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا هنيئا معدا، وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف من غير كسب ولا تعب. وفي ذلك دليل على وقوع الكرامة لأولياء الله الصالحين، وفي السنة والسيرة نظائر كثيرة لكرامات الأولياء، ويكفينا الإشارة إلى بعضها. خرجت أم أيمن مهاجرة إلى المدينة المنورة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش. فلما كان وقت الفطر وهي صائمة سمعت حسا من فوق رأسها فرفعته، فإذا بدلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وكان خبيب ابن عدي أسيرا عند المشركين في مكة، ورؤي في أسره يأكل عنبا وما بمكة عنبة واحدة.
قال زكريا متعجبا غاية العجب: يا مريم، من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت: هو رزق من عند الله فضلا وإحسانا، فهو الذي رزقني إياه وساقه إلي بقدرته النافذة. إن الله بفضله يرزق من يشاء من خلقه رزقا عظيما واسعا بغير حساب ولا كسب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء